صالي لي زامي، نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وبلاصة جديدة. الفيديو ديال اليوم غيكون على سابواي اللي معروفين بالوجبات السريعة، عندهم اكثر من 41 الف فرع في العالم في اكثر من 100 دولة. في المغرب اختاروا مدينة الدار البيضاء وبالضبط في عين الدياب. الطريقة ديال التقديم مختلفة واحد شوية، علاش؟ لانك تقدر تاخذ ساندويتش بوحدو ولا تاخذو موني. الموني كتختار يا اما تاخذ مع البواسون بوتيتوس ولا دوريتوس ولا كوكيز، وتقدر تاخذهم بثلاثة وتخلص على كل حاجة 12 درهم. خليكم مع الفيديو ونتمنى الاعجاب ديالكم، وما تنسوا تدعمونا بلي لايك والبارطاج. نتلاقاو في فيديو جديد.